الحديث الأول رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين. هذا الحديث عن معاوية في صحيح البخاري ومسلم. خذ هذا الحديث وقارن بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول العلماء: ولو كان هناك دعوة لابن عباس أفضل من أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم لدعا له بها، ولكن لأن العلم هو أفضل ما يدعى به فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وكان ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح ابن عباس حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ في فتح الباري: ويؤخذ من هذا الحديث أن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يكون من طلبة العلم. فإذا رأيت طالب العلم يرتاد المساجد لطلب العلم على أيدي العلماء ويرتاد منازلهم ومجالسهم، فهذه علامة على أن الله عز وجل أراد به خيرا. هل يؤخذ من هذا مفهوم المخالفة؟ وأعتقد إن شاء الله مفهوم المخالفة ستدرسونه في أصول الفقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة إيش؟ أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وقد ورد في بعض الروايات: ومن لم يرد الله به خيرا لم يبالي به. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ضعف هذه الزيادة، لكن المعنى صحيح. فعلامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يسلك طريق العلماء وأن يسير على هديهم وأن يأخذ بطريقتهم رحمهم الله تعالى.